اللي غادي اللي ما بغى لك وصل حتى شي حد ولا غادي بينا واحد السيد ما يعمر هذا وتحبنا قاعد حتى ل 50 كيل وكلش واحد البيكوب وطوموبيل كبيره راه معمرها بالسلعه راه غادي بها. وتحيه للسعدوني وولد الشعيبيه. وشكون اخو اللي معكم اخويا؟ ولاد حومه الفران. ولاد حومه الفران هما غاديين مساكن ويا لا حومه وحده كاع ديال المساكن بحال بحال. هي كل حومه داو منها شوي شوي داو لعباد الله باش تعرف هاد الناس ضامنهم الله يحفظهم الله يحفظ لهم والديهم والله يخلي المسلمين ديما الفوق الفوق. سي اخويا على الطوموبيل اللي سابقه قدامنا هاي وتحيه لسيدنا الله يحفظوا لي هاد البركه بعده وبيكت العباد الله هاد الشيء تاعهم وكلشي بغي يكون فرحان والعام الاخر بغي يطلع زوين ان شاء الله عباد الله هاد الشيء تاعهم وكلشي بغي يكون فرحان والعام الاخر بغي يطلع زوين ان شاء الله بنزل ربي والله يجيب غير الشتا والله البلاد تاعتنا ولا تدخل على العالم المغرب تيخلع العالم والمسلمين ديما بغي يبقاو الفوق الفوق ان شاء الله بشوية يعني بقاو من هاد الظروف مني ولا بشوية تيسيبو بغيتي تتبعو وتنوليو ميتين تاعنا بشوية الله يرحم الوالدين. احنا خويا وصلنا هانتوما شوفو الطريق كي دايره وتانا غادي تشوفو هذاك الشيء كامل اللي قاد ديناه ويديو عباد الله بحالنا راه باقي الخير البلاد وكاين شي دوار ولا هاد الشيء راه باقي ما وصلهم حتى شي واحد الله وصلهم الصقا وتيعطيو لنا ماكله وتيعطيوهم كل شيء ودوك اللي مساهمين راه باقي معهم راه نعدنا شي وحدينا هما تابعيننا حتى هما من الله ان شاء الله وهذا الشيء اللي بغيت نقول الله يعطيكم المغاربه والله يخلي لكم الوالدين قطع الله يجيب الساعه.